السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعرف عملة النيرة النيجيرية. زي ما انتم شايفين قدامنا 5 نيرة نيجيري، العملة دي إصدار سنة 2009. بعد كده عندنا 5 نيرة نيجيرية من الخلف، زي ما انتم شايفين عليها بعض القبائل الأفريقية وخريطة نيجيريا على شمال العملة. بعد كده عملة 10 نيرة نيجيري، العملة حديثة شوية إصدار سنة 2016 باللون البرتقالي وعليها رئيس صورة رئيس الجمهورية. من الخلف 10 نيرة عليها برضو سيدتان تحملان بعض الأطباق القديمة، بعض القبائل النيجيرية. بعد كده 20 نيرة عليها صورة قائد للجيش النيجيري، العملة إصدار سنة 2018 باللون الأخضر. ومن الخلف أيضا بعض القبائل النيجيرية، نيرة 20، دي 20 نيرة نيجيرية. ثم بعد ذلك 50 نيرة نيجيرية باللون الأخضر عليها العيد الاستقلال الوطني لنيجيريا، دمغة كده في وسط العملة، وصورة صيادين في بعض القبائل برضو النيجيرية يحملون سمكة على ورقة 50 نيرة. ثم بعد ذلك ورقة 100 نيرة نيجيري، 100 نيرة نيجيري. ثم من الخلف أيضا بعض القبائل يعملون في بعض الوظائف، العملة لونها مدي أحمر في أصفر. بعد كده 200 نيرة نيجيري عليها صورة قائد أو قائد قبيلة قديم في نيجيريا لابس لبس وطني نيجيري. ثم بعد ذلك بعض الحيوانات، جاموستين كبار في عملة 200 نيرة نيجيري. بعد ذلك 500 نيرة نيجيري ورقة باللون الأخضر الكامل عليها صورة دكتور ناتشورال سوينت. بعد ذلك ورقة 500 نيرة نيجيرية من الخلف، ده صورة حفار بترول. ثم بعد ذلك ورقة 1000 نيرة نيجيري، ورقة 2000 نيرة نيجيري زي ما انتم شايفين باللون الأزرق. وطبعا صورة 1000 نيرة من الخلف، وهي أكبر ورقة في العملة النيجيرية. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الصور. شكرا لكم جزيلا.